وفي أخبار الرياضة، شهد والي النيل الأبيض حيدر علي الطريفي بمدينة الديوام فعاليات المهرجان الأولمبي السادس الذي نظمه النادي الأولمبي، ويشتمل المهرجان على منافسات رماية القرص الطائر وسباق السباحة والتجديف والزوارق الشراعية. وخلال مخاطبته كرنفال المهرجان، أشاد الوالي بالدور الذي يطلع به النادي الأولمبي في تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، معلنا عن دعم حكومة الولاية للنادي في مشاركته في هذه الأنشطة الأولمبية.